فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إذا كان في المسجد قبر هل يكفي أن يبنى حوله جدار أو سور واستدل بما كان في مسجد النبوي؟ السلام عليكم. بارك الله فيك. أنا أقول لك قاعدة مفيدة في هذا وغيره. أهل الباطل جعل الله لهم شبهات حتى تزيغ قلوبهم والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات منهم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. هل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أحدث في المسجد؟ اسألهم هل أحدث في المسجد؟ إن قالوا نعم نقول كذبتم، الصحابة ما دفنوا في المسجد. وإن قالوا لا قلنا إذن ما في حجة، لأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام دفن كان في بيته الذي مات فيه، وكان في ذلك الوقت منعزلا عن المسجد، لم يدخل في المسجد إلا قريب 100 في تمام السنة 95 أو 96 من الهجرة. أدخل في المسجد لأنهم اضطروا إلى توسيعه، وكأنه لم يتيسر لهم في ذلك الوقت إلا أن يكون الاتساع من هذه الجهة، وأبقوا الحجرة قائمة بجدرانها ما دخلت في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد ولم يبنى المسجد على قبره، لكن أهل الباطل يتشبثون بالشبهات لأن قلوبهم زائغة والعياذ بالله. والعجب أنهم يتشبثون بالمتشبهات والمحكم يتركونه. فهمت؟ قل لهم الآن: هل الرسول دفن في المسجد؟ إن قالوا نعم قلنا كذبتم، وإن قالوا لا قلنا لا حجة لكم.